وينضم إلي عبر الهاتف مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العمل والتأهيل السيد سليمان حبريشة. سيد حبريشة، رحب بك معي في هذه النشرة. مرحبا بك أخي ومرحبا بقناة التنصح. حياك الله. في أي إطار تأتي هذه المبادرة التي أطلقتموها للتبرع بالدم كدعم لجبهات القتال في جنوب العاصمة؟ هذه المبادرة تأتي من انطلاقا من شعور الوزارة على رأس معالي الوزير والموظفين بالوزارة بأهمية دعم هذه المحنة اللي تمر بها عاصمتنا طرابلس، انطلاقا من هذه تنادى الوزارة وبالتنسيق مع مصرف الدم المركزي بتنظيم هذه الحملة اللي نتمنى إن شاء الله أنها تؤتي للثمار اللي نصدقنا إن شاء الله من أجل هذه الحملة. طيب، ما هي هذه الثمار التي نصدقتم من أجلها هذه الحملة؟ أولها هو دعم جنود المرابطين في الدفاع على عاصمتنا الحبيبة طرابلس، ثانيها أن إحساسنا بحاجة الشركاء المرضى والجرحى للتبرع بالدم لإنقاذ حياتهم قد يكونوا في أمس الحاجة في لهذه قطرات الدم هذه. ثانيا شعور منا بحاجة الغير وتنادي موظفي الوزارة لهذه الحملة شيء بصراحة أثرنا جدا، وإن شاء الله تستمر الحملة ورب يوفق إن شاء الله الجميع. طيب سيد حبريشة، يعني هل لديك إحصائية عن كمية الدم التي تم التبرع بها وعن عدد الأشخاص الذين شاركوا في هذه الحملة حتى هذه اللحظة؟ والله الإحصائية ممكن مصرف الدم أدق مني في الإحصائية، لكن أنا اللي شاهدته أنه كانوا الناس يعني مصطفين في انتظار أدوارهم يعني للتبرع، هذه لاحظتها، لكن الإحصائية بخصوص عدد التبرع وعدد الأكياس الدم هذه المعلومة عند مصرف الدم المركزي لا تحضرني. أشكرك جزيل الشكر مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العمل السيد سليمان حبريشة، كنت معي عبر الهاتف.